فوالا كتشوفوا معنا هذه حي الرياضين بعد ما تسفتت الطريق، راه مسدوده دابا حاليا. هانتوما كتشوفوا معنا الرصيف، كتشوفوا معنا الإنارة العمومية اللي تدارت، تبارك الله هادشي في المستوى. هانتوما كتشوفوا معنا فين وصلت الأمور، هاد كليسات هادو تبارك الله جاو زوينين. شي جا زوين تبارك الله في المستوى. على كتشوفوا معنا دابا البلاصه كي ولات تبارك الله، اللهم بارك. البلاصه ولات غزاله. هذا هو النادي اولا الحي الرياضي اللي بوعماير السلاويه، من بعد ما تم التزفيت والتراساج ديال البلايص فين غادي يستاسيونيو الطوموبيلات، وداروا هاد البلايصات هادو فين يجلسوا الناس، الاناره العموميه. مكناس ستعرف واحد الحركيه ان شاء الله تعالى غادي تزيد ان شاء الله في قادم الايام. حنا دابا تنتجو حدا نادي جومباز. تبارك الله اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا معنا الجهه فين كاين نادي مكناسي للسباحه، وهادو النوادي الاخرين. غادي نقربو حدا المينيسيبال. هانتوما كتشوفو معنا الجهة ديال نادي المكناسي لي هدا المينيسيبال. غاديين حدا دار الشباب اللي عرفات أيضا بناء ديال واحد القاعه ديال العروض، هي هذه اللي كتشوفوا على اليمين. ومازال غادي تبنى قاعه مغطاه ديال متعدده الرياضات، بالاضافه لمركز ديال تفتح الشباب. هذا مشروع جديد ان شاء الله تعالى حتى هو شرف عليه العامل، يعني في انتظار ان شاء الله الافتتاح الرسمي. هذه هي القاعه ديال العروض، والتيران القاعة المغطاة غادي تكون ان شاء الله في هذه البلاصة فين كانت الباسكت، منتزه الرياض، منتزه بوعماير، منتزه بوعماير. دينا هذه البلاصة ولات غزالة تبارك الله، ما عندي ما نقول. دوك دوك الكراسة غالبا غادي يديروا لهم بحال هكا، غادي يديروا لهم واحد لي بيرغولا. ها هي دار الشباب عبد الكريم الخطابي. هذه القاعة اللي تصوبت مؤخرا، قاعة متعددة يعني قاعة ديال العروض. تشوفوا معنا تبارك الله الفضاء ولا زوين، الإنارة، كرسيات فين جلسوا الناس، ممرات فين يتمشاو الناس. إذا اللهم بارك. هذا الشيء اللي بغينا في مدينة مكناس. دابا راه هما داروا تا مساحات خضراء، وراه دابا تيحطوا لهم داك ديال غوتا غوت من اجل السقايه باش يتسقى. هادشي اللي بغينا ان شاء الله تعالى، مدينه مكناس تزدهر وتولي من بين مصافي المدن المغربيه اللي تجددات. تبارك الله عليكم. وعلى المينيسيبال، نطاد المينيسيبال، اللهم بارك. هادشي ولا زوين. اللهم بارك.